وزارة الثقافة من إحدى أهم مهامها إظهار هذه الثقافة المتنوعة والغنية والعديدة وإظهار الصورة الحقيقية لسوري والتي يحاول أعداؤنا تشويهها أو تزويرها أو تغييرها أو تدميرها من جملة ما يدمرون كل شيء جميل في هذا البلد. الحقيقة بالملتقى اللي نحن اليوم بصدد افتتاح هذا الملتقى هو يأتي برهان لهذا العمل الذي تقوم فيه وزارة الثقافة من خلال مديرياتها واللي اليوم بتقوم مديرية ثقافة دمشق في هذا الملتقى اللي بيضم كوكبة نخبة باقة جميلة من المثقفين السوريين. الملتقيات ستقدم وجبات ثقافية مهمة جدا من خلال ندوات سيشارك فيها أكاديميين ونقاد كبار على صعيد القصة والرواية والشعر والفن التشكيلي. اليوم سيكون هناك الملتقى الموسيقي المسؤول عنه. أنا أحباب أن نقدمه على شكل حفلة موسيقية تقدم فيها أغنيات من عيون التراث العربي والسوري لمحمد عبد الوهاب، عبد الفتاح سكر، زكي ناصيف من لبنان وأسماء أخرى. أنا بظن أنه كل حدث ثقافي فني هو عبارة عن حالة صحية بالجسد السوري اليوم. تعرفي أنت بيتلاقى بهذا الفراغ اليوم الفنانين والإعلاميين ومحبي وعشاق الفن يعني. وأنا دايما بقول أنه ما بيخطر لي إلا أني أتذكر قول السيد الرئيس حيان، وسيبقى موسيقانا أقوى من صوت رصاصهم وثقافتنا أقوى من إرهابهم. فأنا برأيي كل تنشيط لساحة ثقافية ولفراغ ثقافي اليوم هو جواب رح نتذكره قريبا بإذن الله بس تنتصر هالبلاد. أنا بالنسبة لي قدمت لوحة للأستاذ نزير إسماعيل باعتباره أنه توفى من قريب وهو صديق غالي كتير، فحبيت أنه تكون هاي المشاركة لإله ونوع من التكريم لإله. أنا بهاي اللوحة اشتغلت نزير مع أحد لوحاته بطريقتي أنا التعبيرية، حبينا نشارك ووفاء كانت لإله بهاي المناسبة. بهاي التوليفة الجميلة المعمولة بهالتجمع هذا برأيي كثير ضرورية على فكرة، أنه إحنا دائما نشتغل فيها أنه الفنون كلها بتكمل بعضها، ما في فن بفصل على الآخر، إن بالنهاية عم يصنعوا إنسان، عم يصنعوا روح، عم يصنعوا مجتمع، عم يصنعوا وطن. لذلك الشعر بحاجة الأدب والأدب بحاجة الفن والفن بحاجة الموسيقى حتى نخلق إنسان وطني، إنسان بيفهم الحياة بطريقته الشفافة. Thank you.